بص بقى، احنا كنا بنتكلم عن الصحف الاماراتيه عشان بس نقفل هذا الملف ونبقى عرضنا كل الزوايا بتاعته. تعالوا نروح دلوقتي نشوف يعني سريعا كده فكره الصحف الاماراتيه المختلفه والمانشيتات سريعا قالت ايه، ونستعرضها انا وكريم مع حضراتكم. نبدا بالرياضي على سبيل المثال. الرياضي طبعا الاماراتي كان بيتحدث كده: نهيان بن زايد توج المارد الاحمر بفوزه على الزمالك 2-0، الاهلي سوبر مصر الثاني عشر. الرياضي عندك برضو بيتحدثوا ان نهيان بن زايد بيتوج البطل في استاد هزاع، الاهلي المصري سوبر. وكمان ده مستهل الخبر لو حضراتكم تقروا، بس طبعا مش هنقعد نقرا مستهل الخبر، بس كلام جميل جدا كتب من الرياضه كمان يا كريم، ويتكلم الاهلي بطلا للسوبر المصري في الامارات، تفوق على الزمالك بهدفي سافيو وكريم فؤاد. وبرضو من مستهل الخبر كلام كتير جميل كان مكتوب. الحقيقه يعني مش بس كان في حسن استقبال في الملعب، كمان كان في حسن استقبال بعد الفوز. مش حسن استقبال، كان في حسن احتفال، كان في احتفال كبير جدا جدا الحقيقه، وحفاوه بالغه بانت في كل التفاصيل بلعيبه النادي الاهلي وبالانجاز الكبير اللي اتحقق. فتاني نرجع ونقول شكرا لدوله الامارات الشقيقه. بالظبط. وعندك هنا كمان، لا لسه احنا جايبين عندك مثلا من جريده البيان دي ولا ايه؟ تهيألي الاهلي سوبر بيتكلم كده، الاهلي سوبر مصر كان بحضور يعني راشد بن حميد وسلطان محمد بن حمدان، نهيان بن زايد بيتوج البطل. وبرده لو حضراتكم تشوفوا الخبر او مستهل الخبر من جوه هتلاقوا كلام كتير. اخيرا خلينا نروح للاتحاد الرياضي، احنا حاولنا بس كده نروح نطل طله ايه اللي مكتوب في المانشيتات. يعني الاهلي سوبر ال 12 وكلام برده محترم، واتكلموا عن الاداء واتكلموا عن المستوى، واتكلموا على فكره برده الصحف الاماراتيه على نقطه مهمه جدا، اتكلموا عن الجماهير. يعني تاني هنرجع نقول فعلا رساله ولا اروع ومحترمه جدا من جماهير الاهلي ومن جماهير الزمالك. صحيح. بجد انتوا قدمتوا صوره حلوه قوي، ده اللي احنا لازم نثني عليه. فلا انا اعتقد كانت رحله موفقه الحمد لله جدا، وعلى كل حال يعني اسعدتنا، واتمنى تاني هنرجع نقول نبني بقى على كده. لكن في طبعا برضو تفاصيل كتيره جدا محتاجين نناقشها مع كابتن ضياء في الفقره الحواريه. اللي عاجبني في الموضوع يا كريم مش فكر بس الناس فرحانه، لا فكرة هنا يعني استعادة الثقة مرة تانية. صحيح. وإعطاء الثقة لكولر أصلا كمدير فني للأهلي، منضم لسه حديثا، لسه انتش فاهم، لسه الناس مترقبة، الناس منهم قلقانة، ناس عندها ثقة في الاختيار وبتقولك أنا ما براجعش ورا مجلس الإدارة في كل حاجة، وكله على فكرة مشروع ومقبول. يعني ما فيش حتى الناس اللي عندها شوية قلق أو تخوف، أنا ما أقولش أنه طبيعي، ده طبيعي لأن أنت بتحب هذا الكيان، واللي بيحب كيان أو بيحب حد بيخاف عليه، فده طبيعي. لكن في نفس الوقت أنت الرسائل اللي سمعتها دلوقتي بتعطي ثقه كبيره جدا موجوده، او بتترجم ثقه كتيره جدا موجوده اصبحت موجوده من قبل الجماهير للجهاز الفني وللعيبه وغيره، فده كان غايب عننا. لكن عاد تاني هنرجع نقول احنا ما فقدناهوش، هو كان غايب ورجع مره تانيه، وده طبيعي، امر طبيعي جدا. فانت بتقف مره تانيه على رجليك، ده حال الكبير دايما بيبقى كده. ممكن اتعثر، ممكن اتعب فتره، بس انا برجع وبرجع، لما ارجع برجع احسن من الاول طبعا. وبرجع بقى ببطولات لسنين طويله قوي، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ما خسرناش الحمد لله 2 موسم ورا بعض بقالنا 20 سنه، فاحنا قدامنا ممكن 30 سنه كمان يعني محدش يقلق يعني بس احنا بنقول ان شاء الله يعني. بس نرجع ونقول برضو الحقيقه، يعني برضو التايمنج او التوقيت اللي كان جاي من خلاله المدير الفني الجديد مستر كولر، طبيعي ان في ناس تبقى قلقانه، لان هو مش جاي في وقت عادي، هو جاي في وقت كنا بنمر من خلاله بكبوه وفقدنا على اثره لقب واثنين للدوري النسختين اللي فاتوا. فاكيد الناس على الاقل فيما يتعلق بالجماهير، الجماهير كانت مفرهده ما عندهاش اي استعداد لاي مفاجات مش ساره، بس الحمد لله المفاجات اللي حصلت حتى هذه اللحظه كلها مش بس ساره، كلها ساره ومطمئنه، وتورينا الى اي درجه الفريق بتاعنا فعلا على قدر كبير جدا من المسؤوليه.